أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، حيث آلة الحرب الإسرائيلية مستمرة في تغولها بدماء المدنيين. وبالإضافة إلى غزة، سجلت الضفة ارتقاء عدد من الشهداء برصاص الاحتلال في طوباس وقلنديا. ويرافقنا في هذه المساحة مراسلون الميدانيون كالعادة لموافاتنا بآخر التطورات الميدانية، كما تنضم إلينا من الجليل الخبيرة بالشؤون السياسية الأستاذة نيفين أبو رحمون. أهلا وسهلا بك معنا سيدة نيفين. على أن ينضم إلينا لاحقا من العاصمة الفرنسية المحامي الأستاذ خالد الشولي، وهو أيضا رئيس منظمة العدالة الواحدة. أهلا بكم جميعا. أرحب بضيفتي من جديد الأستاذة نيفين أبو رحمون الخبيرة بالشؤون السياسية، لأقرأ معك بداية كل التطورات على أكثر من جبهة، لا سيما المجازر المستمرة في قطاع غزة. كيف تقرأينها بالتزامن مع ما يجري على الصعيد السياسي وتوجه نتنياهو إلى واشنطن وبانتظار كلمته وهذه الحركة الدولية وهذه الصورة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لأول مرة تكون أمام نتنياهو أو سيشهدها نتنياهو؟ نعم، يعني واضح أن نتنياهو ماض في عدوانه ومجازره وحرب الإبادة بالرغم من كل شيء، يعني بالرغم من جبهات الإسناد، بالرغم من تفاقم أيضا التصدع الحاصل بين القيادات السياسية والعسكرية، وأيضا انعدام ثقة أهالي الأسرى به كيعني قائد لهذه المعركة. ولكن على الوجه الآخر أيضا واضح أنه نتنياهو متمسك بزيارته إلى الإدارة الأمريكية في محاولة إلى إعادة ترتيب علاقته مع الإدارة الأمريكية تحديدا في هذه المرحلة السياسية. يعني يأتي ذلك في انقسام غير مسبوق أيضا في الداخل الأمريكي. إذا تحدثنا عن أعضاء الكونغرس، يعني البعض يحذر من خدع سياسية من نتنياهو. واضح أنه باعتقادي سيركز في خطاب على التهديد الوجودي من إيران على محورها الإقليمي أيضا، خصوصا أن المشهدية الإقليمية يعني واضح أنها في مسار تصاعدي أمام الاحتلال الإسرائيلي. خطاب التخويف، التجيش، في حث الجانب الأمريكي على هذا التهديد من أجل أيضا شيطنة حركات المقاومة إلى جانب يعني ممكن قراءة تحرك اليهود في أمريكا يعني عنصرا هاما تحديدا في هذه المرحلة من أجل إثارة الرأي العام من جديد، خصوصا بعد كل التحرك الاحتجاجي الذي كان على مدار شهور هذه الحرب الإبادة. بمعنى نتنياهو هو يحاول أن يراوغ، أولا يطيل أمد هذه الحرب من خلال وضع يده على طاولة التفاوض، ومن جهة أخرى هو مستمر في مجازر واستهداف المدنيين على كافة الجبهات. هذا من أجل تصدير مكاسب سياسية لجمهوره الإسرائيلي أنه يعني قادر على محاولة استعادة قوة الردع التي لم يفلح بها حتى الآن. وبالتالي هو متورط على أكثر من جبهة، يحاول أن يعني يرسم صورة ما إليه كقائد لهذا الحرب من خلال زيارته إلى الكونغرس وإلقاء هذا الخطاب. باعتقادي هذا سيكون صعب عليه، خصوصا أن هنالك تحرك أيضا من قبل أعضاء الكونغرس لمقاطعة هذا الخطاب. بالمناسبة هذا يعني أمر جديد على نتنياهو وعلى إسرائيل بشكل عام، لذلك هو يعني يراهن بالأساس على لقائه مع ترامب على استعادة دوره في المنظومة الأمريكية السياسية، خصوصا بما يتعلق في المنطقة أيضا ليس فقط في غزة. يعني سنتحدث لاحقا ربما عن الضفة وما يحدث فعليا حول ما يسمى بخطة الحسم، لذلك هنالك مراهنة أيضا على عامل الوقت الزمني وأيضا على لقائه مع قيادات أمريكية قد تكون تشكل فارقة في التعاطي مع المشهد. ولكن باعتقادي أنه ما صرح به القيادات الأمريكية حتى الآن أنه جميعهم يعني معنيون بطريقة أو بأخرى بتصريحات أنه بوقف هذا العدوان، وهذا يعني يحاصر نتنياهو تحديدا، خصوصا أنه هنالك مبتغى وهدف لإطالة هذا العدوان من أجل مكاسب سياسية خاصة أو يعني مكاسب تتعلق بمشروعه الاستيطاني أيضا بما يتعلق في القطاع. هذه طبعا وجهة نظر، إلا أنه في أيضا وجهة نظر تقول أنه بالولايات المتحدة الأمريكية لو كان في يعني هناك من يؤيد يجب وقف إطلاق النار، إلا أنه الجناح
جناح الحرب اللي على رأسه مثلا لينسي جراهام هو ما زال يحكم هذه الإدارة الأمريكية. أبقي معنا سيدة نيفين أبو رحمون الخبيرة بالشؤون السياسية، وطبعا أمامنا في الصورة السيد خالد الشولي المحامي ورئيس منظمة العدالة الواحدة، أهلا وسهلا بك معنا. لكن اسمح لي أن أذهب إلى الميدان مجددا كالعادة مع شبكة مراسلين دائما. نذهب الآن إلى جبهة الإسناد اللبنانية في جنوب لبنان وزميل علي مرتضى من هناك ومعك كل جديد. علي يعطيك العافية، تفضل. تحياتي علا، الله يعافيك. يعني في الحقيقة الجديد على هذه الجبهة هي غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا. قبل ذلك كان عدا عن ذلك الاعتداءات الإسرائيلية تتركز عبر قذائف مدفعية أو بضع قذائف مدفعية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبة وأيضا أطراف بلدة كفركلا. أما بالنسبة للعمليات المقاومة من لبنان باتجاه الأهداف الإسرائيلية فحتى اللحظة ما رصدناه هو إطلاق نيران صاروخية من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. طبعا هذه الأهداف في الجليل الغربي لم يتبين ما هي أقلها حتى اللحظة، وكان هناك العديد من الانذارات التي تنقلت بين الجليل الأعلى والجليل الغربي. في البداية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث عن إطلاق صواريخ اعتراضية تجاه طائرتين مسيرتين قادمتين من جهة الشرق، طبعا هو يقصد بذلك الجليل الأعلى، ولكن ثم عاد ونفى هذا الموضوع قائلا بأن هذا الموضوع ناتج عن تشخيص خاطئ، حيث نشرت إذاعة جيش الاحتلال بأن صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة على بعد 15 كيلومتر وهي هشاحر تبين بأنه تشخيص خاطئ. أما بالجليل الغربي ومع بالتوازي مع إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الغربي، دوت صافرات الإنذار في منطقة يركا بالجليل الغربي، وفي البداية قالوا بأن هناك محاولة اعتراض لطائرة من دون طيار في تلك المنطقة، وبعد ذلك أيضا نفى المتحدث الإسرائيلي وقال بأن هذا هو تشخيص خاطئ. وبالتالي كل هذا يعني يوضح ماهية الارتباك الذي يعيشه كيان الاحتلال الإسرائيلي من موضوع استهداف المستوطنات الجديدة الذي تمت ترجمته في الأيام الماضية، حيث دخلت عدة مستوطنات جديدة جدول النار. هذه المستوطنات هي أبيريم، نيفيزيف، مانوت، دفنة وتسوريال بالأمس. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يبحث أو يتخوف من إدخال مستوطنات جديدة دائلة النيران. يركا تقع شرق عكا، يعني هي بعيدة، وكذلك حتى المستوطنة هشاحر التي تحدثوا عنها في الجليل الأعلى أيضا تقع في عمق الجليل الأعلى وهي بعيدة. وبالتالي كل هذه الإنذارات والتشخيصات الخاطئة واضح بأنها ارتباك من الجيش الإسرائيلي بأنه يتوقع بأن تضرب هذه المستوطنات في وقت من الأوقات. عدا عن ذلك أعلن الإعلام الإسرائيلي بالأمس عن إصابة جنود إسرائيليين، 4 جنود إسرائيليين بالاستهدافات التي وقعت في مزارع شبعة، وكان الحديث عن أن جندي من هؤلاء الجنود إصابته خطيرة للغاية وقد يموت. بالمجمل هذه هي كل الأحداث على الجبهة اليوم. طبعا بالأمس كان هناك العديد من العمليات العسكرية، 8 عمليات عسكرية، 4 منها أو 5 منها ردا على الغارات التي تستهدف البلدات اللبنانية، 2 عمليات كانت ردا على عملية الاغتيال في بلدة شقرة، وبالتالي و3 عمليات دعما لغزة ونصرة لشعبها ومقاومتها الباسلة. وبالتالي مسار العمليات العسكرية يسير على قدم وساق، عمليات دعما لغزة، عمليات تفصل فيها المقاومة كل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية وترد بشكل ندي وأحيانا تزيد عما حدث. يعني مثلا بالأمس الاغتيال في البلدة اللبنانية في شقرة قابله عمليتين عسكريتين، الأولى بطائرات مسيرة والثانية بصواريخ باتجاه مناطق عسكرية وأماكن تموضع الضباط والجنود، وبالتالي هي محاولات اغتيال في مقابل الاغتيال. طبعا لا نعلم ما إذا سقط جرحى أو قتلى لأن الجيش الإسرائيلي يتكتم على هذا الموضوع. علي مرتضى من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى تطورات الضفة وزميلة نسرين سلمي مراسلتنا من هناك من قلنديا، كل تحية لك نسرين، يعطيك العافية، تفضل. نعم، لا كما تسمعون وتشاهدون هذه هي جنازة الشهيد أحمد أصلان الذي ارتقى في صباح هذا اليوم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم قلنديا والقيام بهدم منزل الشهيد محمد مناصرة الذي نفذ عملية عيني في شباط الماضي وأدت إلى مقتل 2 من المستوطنين. قوات الاحتلال طبعا قامت بتفجير المنزل بعد أن وضعت فيه كمية كبيرة جدا من المتفجرات مما أدى
إلى تضرره بشكل كبير جدا، وأصبح آيلا للسقوط في أي لحظة. عادة عند تفجير المنازل يكون الهدم فقط للجدران، لكن هذه المرة قوات الاحتلال في إجراء انتقامي قامت بهدم كل الجدران الداخلية والأسقف والعمدان. أصبح البيت يشكل خطرا على حياة المتواجدين هنا. طبعا الشهيد أحمد أصلان كان يتصدى مع رفاق له لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم بالحجارة. قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل كبير جدا باتجاه المتظاهرين والشبان الفلسطينيين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما وقامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان بشكل كبير جدا، مما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين واستشهاد الشاب أحمد أصلان، بالإضافة طبعا إلى يعني إطلاق وابل كبير من قنابل الغاز المسيلة للدموع في هنا في المخيم، مما أدى إلى حالات اختناق كبيرة داخل المخيم. الشهيد طبعا تم والآن ينطلق في هذه موكب جثمانه، ينطلق في هذه الجنازة المهيبة باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم بحضور كبير من أهالي المخيم والقوى الوطنية والفعاليات الوطنية في داخل المخيم التي خرجت لوداعه للمرة الأخيرة. مثل هذا الموكب لتشييع الجثامين خرج في طوباس في شمال الضفة الغربية، في طول كرم أيضا، وفي مدينة نابلس، لأن شهيد طوباس هو أصلا من مدينة نابلس من مخيم بلاطة للاجئين، حيث نفذت له جنازتان، الأولى عسكرية في طوباس والثانية أيضا عسكرية في مخيم بلاطة، وهو ضابط في الضابطة الجمركية. قوات الاحتلال أعدمته بشكل بدم بارد عندما تفاجأ بهم، هم قوات خاصة يرتدون ملابس مدنية، تفاجأ بهم مسلحين، رفع سلاحه، أطلقوا الرصاص عليه على الفور، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا. في بيان لقوات الاحتلال قالت فيه أن أحد الجنود الإسرائيليين المقتحمين لمدينة طوباس أصيب بجراح وصفت بأنها طفيفة. طبعا في طوباس نفسها كان هناك اشتباكات عنيفة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اشتباكات بالرصاص. وأثناء العملية تم اعتقال أسيرين محررين من أحد المنازل التي حاصرتها قوات الاحتلال داخل مدينة طوباس. أيضا في طول كرم، في مخيم طول كرم، في هذه الأثناء يتم تشييع جثماني شهيدين، الشهيدة إيمان سالم التي ارتقت في قصف المسيرة الذي استهدف المقاومين الفلسطينيين يوم أمس في مخيم طول كرم، والشهيد يزن عبده الذي أصيب أيضا برصاص الاحتلال يوم أمس أثناء اجتياح مخيم طول كرم، وأعلن عن ارتقائه شهيدا صباح هذا اليوم، ويشيع جثمانيهما الآن في مخيم طول كرم، بالإضافة إلى الطفل سيف عمير 13 عاما الذي ارتقى متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام أثناء اقتحام قوات الاحتلال لبلدة ميثلون قرب جنين، وهو أصلا من قرية بلعة القريبة من طول كرم، وسيشيع جثمانه بعد قليل أيضا في مدينة وبلدة بلعة القريبة من طول كرم. الضفة الغربية أصبحت صباحاتها تستفيق على الشهداء، على اعتقالات، هناك 25 معتقلا من أنحاء الضفة الغربية في حملة نفذتها قوات الاحتلال شملت معظم المناطق والمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتداءات مستوطنين عنيفة كانت يوم أمس تحديدا في منطقة حوارة جنوب مدينة نابلس، قام خلالها المستوطنون بإحراق عدد كبير من ممتلكات الفلسطينيين، أراضي زراعية. كذلك تم الاعتداء على قرية بورين أيضا إلى الجنوب من مدينة نابلس، وإغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة الفلسطينيين، والاعتداء على السيارات بالحجارة وبالتكسير من قبل المستوطنين، وطبعا بحماية من جنود الاحتلال. بالأمس كان تكسير وإحراق للممتلكات في حوارة وفي بورين، وأيضا كان هناك اقتحام لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، محاصرة أحد المنازل، اشتباكات عنيفة ما بين المقاومين وقوات الاحتلال تحديدا في حي نقار وحي نزال، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين قبل أن تنسحب. كذلك في بلدة إرطاس إلى الجنوب من مدينة بيت لحم كان هناك إحراق لسيارة عسكرية إسرائيلية، وبعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال القرية وبدأت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين وانسحبت منها. كذلك داهمت بلدة دورة إلى الجنوب من مدينة الخليل وشنت فيها حملة اعتقالات واسعة. كل الشكر لك يا زميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من مخيم قلنديا، ونتابع مع مراسلينا. ننتقل الآن إلى خان يونس وزميل أحمد غانم، كل التحية لك أحمد، يعطيك العافية، تفضل.
علا، ما زال الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة خان يونس ولا سيما المنطقة الشرقية. منذ ساعات الصباح وصل 7 شهداء إلى مستشفى ناصر بفعل قصف إسرائيلي، وكذلك عمليات إطلاق نار متفرقة على الأحياء التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، حيث ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي في مدرسة عيلبون في بلدة القرارة شرقي خان يونس. وهذه المدرسة كان قد لجأ إليها عدد من السكان المحاصرين في مدينة خان يونس الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد قرار الجيش الإسرائيلي الإخلاء قبل يومين. وكذلك أيضا وصل شهيدان إلى هذا المستشفى، بينهما طفل برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي على دوار بني سهيلة شرق خان يونس. وكذلك أيضا ارتقى عدد من الشهداء والجرحى، ووقع عدد آخر من الجرحى في قصف إسرائيلي على طريق عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس. لا زال الجيش الإسرائيلي يطلق النيران باتجاه معظم المناطق التي يتواجد فيها، ولا سيما بني سهيلة والقرارة، وكذلك مراكز تحشداته في منطقة بني سهيلة كمثل منطقة دوار العلم ومدرسة الفرابي. الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنة للمساعدات هذا الصباح، ما أدى إلى إصابة سائقها في خان يونس، وكذلك أيضا أصيب أحد العاملين في طبعا المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون تقديم المساعدات الغذائية، أيضا برصاص الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين إلى الشرق من خان يونس. الجيش الإسرائيلي واصل منذ منتصف الليلة الماضية عدوانه، حيث قصف مناطق السطر الغربي والسطر الشرقي والكتيبة ومنطقة بني سهيلة والقرارة، ولا زال يتمركز في هاتين المنطقتين بني سهيلة بالإضافة إلى منطقة القرارة، ويغلق شارع صلاح الدين ويتحكم به ناريا بشكل كبير للغاية. سقطت عدد كبير من القذائف المدفعية خلال هذا الصباح على مناطق السطر الغربي والشرقي، بالإضافة إلى محيط شركة الاتصالات بالقرب من دوار أبو حميد في خان يونس. وشاركت طائرات مروحية فضلا عن طائرات مسيرة من أكواد كابتر في إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة الشرقية. قبل نصف ساعة من الآن هبطت مروحية إسرائيلية في منطقة بني سهيلة، وتبعها خرق للصوت من إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المحافظة الوسطى، وهذا مؤشر ربما على تعرض قوات الجيش الإسرائيلي إلى نيران من قبل المقاومة الفلسطينية. لا تهبط الطائرات بالعادة في أماكن الاشتباكات إلا من أجل إخلاء قتلى وجرحى إسرائيليين. هذه المناطق تدور فيها الاشتباكات منذ عدة أيام، ولكن منذ فجر هذا اليوم لم تتوقف الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، ولا سيما في منطقتي بني سهيلة والقرارة. والطائرة التي هبطت أو المروحية الإسرائيلية التي هبطت قبل قليل هبطت في منطقة بني سهيلة، وتبعها كما ذكرت خرق لجدار الصوت أو خرق للصوت في فوق أجواء مدينة خان يونس. وكذلك أيضا شاهدنا هذه الطائرات من نوع F-5 و30 وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق مجمع ناصر أو في أجواء فوق أجواء مجمع ناصر الطبي. لا يزال هناك العشرات من العوائل المحاصرة في مدينة خان يونس، بين هؤلاء المحاصرين عدد كبير من الجرحى الذين لا يستطيعون الخروج بفعل تواجد الآليات الإسرائيلية التي تقصف وتطلق النيران على كل من يتحرك في خان يونس. القصف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا على مناطق مختلفة من القطاع. في جباليا ارتقى 3 شهداء الليلة الماضية في قصف منزل في منطقة الجرن. في المنطقة الوسطى الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على مختلف مناطق هذه المنطقة الوسطى، ولا سيما شرقي دير البلح مخيم البريج، حيث شن الجيش الإسرائيلي 2 غارتين على مخيم البريج. ويوم أمس شهدنا مجزرة بحق عائلة كاملة بعد استهداف منزلها على مدخل هذا المخيم. ويواصل الجيش عملية القصف المدفعي لمحور نيت ساريم الممتد من مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين مرورا بالمغراقة في الزهراء. فمنطقة شمال المخيم الجديد التي شهدت يوم أمس قصفا إسرائيليا لمنزل عائلة أبو رحمة في منطقة أبو مهادي، وأيضا القصف يطال منطقة وادي غزة وكذلك شارع الرشيد. قبل قليل وصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى شرقي في دير البلح بعد تمكن الطواقم الطبية من انتشاله في منطقة القرارة. أما في منطقة رفح
الجيش الإسرائيلي أيضا يواصل قصفه المدفعي على المنطقة الغربية للمدينة ولا سيما تل السلطان، وأكثر تحديدا مناطق الحي السعودي، المخيم الغربي، بالإضافة إلى اليو أن دي بي. أما مناطق وسط مدينة رفح فتشهد أيضا هي الأخرى قصفا من الجو وكذلك قصفا مدفعيا، فيما يواصل الجيش سياسة تدمير ونسف مربعات سكنية بأكملها في المناطق الغربية لمدينة رفح. طيب بشكل سريع أحمد، ذكرت جيروزاليم بوست أنه أثناء توجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة وصل معلومات أبلغت مصر بأنه إسرائيل وافقت على سحب قواتها من معبر رفح وفيلادلفيا. الوضع على الأرض يوحي بذلك بشكل سريع لو سمحت. حتى اللحظة قوات الجيش الإسرائيلي متواجدة في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم شرقا ومرورا بمناطق عديدة بينها حي السلام، البرازيل، وكذلك مخيم يبنى، مرورا بالشعوط وصولا إلى القرية السويدية. لا حديث على الأرض حتى اللحظة، يعني لا دلالات عملية حتى الساعة حول انسحاب فعلي من هذا الموضوع. لا. هذا الموضوع هو حتى اللحظة يأخذ بعدا إعلاميا في إطار التصريحات المتبادلة. أما على الأرض الجيش الإسرائيلي ما زال متمركزا على حاجز فيلادلفيا، يناور ميدانيا، يتقدم أحيانا إلى وسط مدينة رفح وكذلك إلى المناطق الغربية ثم ينسحب، لأنه هذه منطقة فيلادلفيا هي منطقة تمركز ثابتة وواضحة للجيش الإسرائيلي. كل الشكر لك زميل أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من خان يونس. أجدد الترحيب بالسيد خالد الشولي المحامي ورئيس منظمة العدالة الواحدة، وأنت معنا من باريس عن هذه المجازر المستمرة. يتوجه الفريق القانوني للمحامين الدوليين في الدعوة المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية إلى لاهاي غدا من أجل القيام بعدد، أو هو يصل اليوم فعليا، من أجل القيام بعدد من الإجراءات القانونية حول الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الصحي والاعتداء على الكادر الصحي. وأيضا سيقدم الفريق 3 شكاوى متعلقة بمجزرة أنصيرة وقتل الدكتور عدنان البرش وجريمة التعذيب خلال توقيف الدكتور محمد سلمي رئيس مستشفى الشفاء خلال فترة اعتقاله. أخبرنا أكثر عن هذا التوجه، أخبرنا أكثر عن تفاصيل الخطوة، أخبرنا أكثر عن الإجراءات التي يفترض أن تتخذ وأهميتها حقيقة أن تتخذ. كل التحية لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك. وأيضا كل التحية لضيوفك الكرام ولمراسلينكم الذين يقفون على الثغر من الثغرات. حقيقة يعني جرائم الاحتلال جرائم مستمرة، وهذه الجرائم ترتكب منهجية، ولذلك يعني جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لأنه في التقارير التي قدمتموها يعني كان هناك تقارير تتكلم عن الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية في كامل مدن وقرى الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما يقوم به من جرائم في قطاع غزة. ولذلك هذه الجرائم جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أقرت فيها أيضا محكمة العدل الدولية في الفتوى التي قدمتها في يوم الجمعة السابق بأن على الاحتلال أن ينسحب، لأنه وجوده غير شرعي في هذه المناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأيضا قطاع غزة، ويعتبر هذا احتلال واحتلال مستمر، ولذلك هذا الوجود غير شرعي. أي عملية يقوم بها الاحتلال هي عملية غير شرعية، ولذلك يتوجب على الاحتلال أن يتحمل مسؤوليات في هذه المسألة. ولذلك هذه الجرائم أيضا بمنهجيتها التي يقوم بها الاحتلال هي تتحول من جرائم حرب أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية. وإضافة إلى طبعا ما قدمناه منذ بداية هذه الحرب من أن الجرائم التي ترتكب هي ترتكب في إطار أيضا الإبادة الجماعية بحسب المادة 6 من نظام روما، وأيضا بحسب توصيف معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولذلك يعني نحن نتوجه دائما، لأنه كل يوم يصلنا وكالات وضحايا من قطاع غزة وأيضا من الضفة الغربية، ولذلك هذه الوكالات وهذه الشهادات التي يتقدم بها الفلسطينيون تستحق أن يتم تقديمها
إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى قضاة المحكمة الدائرة التمهيدية، إلى أيضا مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، والبحث أيضا ما يسمى بقسم الضحايا في محكمة الجنايات الدولية، أيضا لإعطاء هؤلاء الضحايا الحق في الوصول إلى القضايا القضاء والوصول إلى محاكمة عادلة من خلالها يستطيع هؤلاء الضحايا أن يحققوا العدالة وأن يجبروا الضرر الذي تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة كما في الضفة الغربية. ولذلك هناك ثلاث قضايا نراها مهمة الآن يجب تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى البلاغات التي تقدمنا بها سابقا. يعني البلاغ الأول خاص في مجزرة نصيرات، نحن نعلم بأن جيش الاحتلال في تدخله أو في قدومه وهاجمته إلى مخيم النصيرات في 8/7/2000 هذه السنة يعني 2024 قام بالهجوم على مخيم النصيرات وتحرير 4 من أسراه صحيح، لكن التناسب قضية التناسب وقضية التمييز لم تكن متوفرة في هذه العملية، ولذلك يعني هو قتل أكثر من 279 شهيد سقطوا أو ارتقوا في هذه العملية، إضافة إلى أكثر من 50 منشأة مدنية تم الاعتداء عليها وتدميرها في هذه العملية. ولذلك يعني هناك عملية فعلا إبادة وعملية جريمة تم ارتكابها في مخيم انصيرات، ولذلك تستحق هذه الجريمة تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية لتقييمها ومن ثم أيضا دراستها وتقديم الجناة فيها، وهو احنا نعلم بأن الجناة كل الكادر الوزاري الإسرائيلي بالإضافة إلى الكادر الإسرائيلي العسكري وعلى رأسهم هلفي الذي يقود هذه العملية العسكرية في داخل قطاع غزة. لذلك يعني هذه القضية الأولى. القضية الثانية قضية دكتور البرش، عدنان البرش تم اعتقاله من الشمال الفلسطيني من شمال قطاع غزة، ومن ثم تم اقتياده إلى معسكر، وهذا في هذا المعسكر تم تعذيبه حسب الشهادات التي لدينا، وأيضا هذه تم يعني فارق الحياة في السجون الإسرائيلية. ولذلك نحن نعلم بأن فراق الحياة هذا ناتج عن التعذيب، بالإضافة إلى دكتور محمد أبو سلمية والذي هو يعني مدير مستشفى الشفاء وتم اعتقاله أيضا على رأس عمله في قطاع غزة في عملية الإخلاء مستشفى الشفاء، ومن ثم تقديم هذا يعني تعرض الدكتور أبو سلمية من شهر نوفمبر إلى شهر 7 إلى بداية شهر 7 إلى عملية تعذيب ممنهج. الشهادة التي لدينا يعني شهادة صعبة جدا، وهذه أيضا تحتاج إلى أن ينظر فيها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لكي يقدم أكثر من كادر للجيش الإسرائيلي أمام. سأعود إليك سيد خالد للحديث عن هذه الخطوة وأهميتها، سيما وأنه تأتي تراكميا مع الكثير من الخطوات القضائية والقانونية إن كان عبر محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية، أيضا أهميتها في هذا أن تكون يعني قضايا تراكمية ضد هذا الاحتلال وبالتالي الوصول إلى المحاسبة الحقيقية والملاحقة الحقيقية لهذا الكيان. أذهب من جديد إلى نيفين أبو رحمون. سيد نيفين سأعود إليك وأتحدث بشكل ربما منفصل أكثر عن نتنياهو وكلمته والكثير من الأمور فيما يتعلق بهذا الشق، لكن لابد من الوقوف عند تطورات الضفة وصباحاتها كما كانت تتحدث الزميلة نسرين سلمي، اللي إما تكون مع تشييع أو مواجهات أو اعتقالات أو هدم أو غيره، وحدثني عن خطة حسم في الضفة، تفاصيل أكثر معك حول ما يجري في الضفة وإلى أين ستذهب الأمور وكيف ستكون هذه الجبهة، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو صفقة فيما يتعلق بغزة أم لم يتم التوصل. نعم، يعني بداية نتنياهو أعلن على الضفة الغربية أنها جبهة مفتوحة أيضا منذ بدء العدوان. في ظل حرب الإبادة على غزة، إسرائيل فعليا تستهدف أو تستفرد في الضفة الغربية، هي تبتلع الأرض
وتبتلع الإنسان أيضا من خلال الاعتقالات الإدارية والاغتيالات، خصوصا يعني وهذا مهم جدا أن المقاومة في غزة شكلت رادعا حقيقيا أمام إسرائيل في استهداف الضفة على مدار سنوات. يعني الضفة الغربية واقعة بين إرهاب المستوطنين من جهة وبين القرارات السياسية وسياسات الاغتيالات في ظل هذا العدوان، لطالما الضفة الغربية كانت ضمن دائرة الاستهداف للاحتلال الإسرائيلي، كانت محط إجماع أيضا لقيادات إسرائيلية قد يكون اختلفت على التوقيت أو كيفية تنفيذ هذا المخطط، ولكنها أجمعت على ما يسمى بخطة الحسم الذي تضمن توسيع ما تسمى بأرض إسرائيل عبر توسيع الاستيطان، عبر تثبيت الاستيطان أيضا، وفي سياق قراءة عما يعني يحدث فعليا الآن في الضفة لا يمكن إلا أن نستحضر أيضا مخطط الضم الاستيطاني الذي لطالما سعى إليه قيادات إسرائيلية تحمل عقيدة سياسية استراتيجية يعني في ضم أراضي، في تعميق الأرض الفلسطينية، خصوصا إذا تحدثنا عن ما تسمى بمنطقة سي، منطقة جي، وفقا لمسميات أوسلو، ضمن عقيدة بناء أرض إسرائيل يعني. وهذا بطبيعة الحال يتطلب تعميق الاحتلال، يتطلب أيضا بسط وسيطرة الاحتلال على مساحات كبيرة إلى جانب التطهير العرقي بطبيعة الحال. هذا سيكون بمثابة نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني. نتحدث عن مرحلة سياسية صعبة في مواجهة التحديات التي تترتب على هذه الجبهة في الضفة الغربية. مهم التأكيد أنه ما يحصل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ليس مجرد تصاعد يعني في منسوب اعتداء المستوطنين، بل هنالك تحول جذري باعتقادي ومؤسساتي في دور مجالس المستوطنات هناك التي أصبحت تملك صلاحيات أوسع أيضا بقرارات سياسية من قبل. طبيعة الحال هذا ينعكس أيضا على مساحات عملها ومساحات صلاحيات. أمام أي مخاطر نحن هنا سيدة نيفين؟ أمام مخاطر بسط السيطرة على الأرض الفلسطينية وملاحقة الإنسان الفلسطيني والاعتداءات على البيوت وحرق البيوت. يعني واضح أن هنالك يعني تفاهم ما حصل ما بين جيش الاحتلال ومجالس المستوطنات التي تمارس دورها في الدفاع عما يسمى أرض إسرائيل بطريق تسميها التوراتية الاستيطانية. القضية هذه هي واحدة من القضايا الرئيسية التي تحتل البرامج السياسية للقيادات يعني موجودة في حكومة إسرائيل الآن، خصوصا أحزاب اليمين الإسرائيلي التي تعلن عن مخطط الضم كجزء أساسي من فعلها السياسي، من فعلها الأيديولوجي أيضا والبرلمان. هذا الأمر لم يكن مفاجئا ولكنه مقلق للغاية في هذه المرحلة، والمقلق أكثر علا أنه هو احتمالية عودة ترامب إلى الحكم، وهذا يعيدنا أيضا إلى اعترافه في خطة الحسم ضمن مشروعه السياسي لحل الصراع في المنطقة لصالح الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هنالك خطورة كبيرة تترتب من خلال هذا المخطط، من خلال سياسات تطبيقه أيضا بشكل فعلي إلى جانب التشريعات المرتبطة بشكل مباشر من قبل إسرائيل حول تعميق احتلالها. نتحدث عن يعني أكثر من 61% من أراضي الضفة الغربية المستهدفة تحديدا. هذه الأراضي تشمل مصادر المياه، تشمل أراضي خصبة زراعية، موارد طبيعية، بمعنى أن هنالك يعني مخزون أو موارد طبيعية أساسية. نتحدث عن السيادة الفلسطينية، هنالك واضح رغبة للاحتلال الإسرائيلي في بسط سيطرته أيضا على هذه الموارد. طيب، يعني هي جبهة تتصعد لتنفجر وليس بهدف تهدئتها بعد ذلك، في خصوصية لجبهة الضفة دونا عن باقي الجبهات بالنسبة لإسرائيل؟ باعتقادي نعم، خصوصا أن هي تريد أن تدمر البنية التحتية أيضا وتدمير صورة المخيم برمزيته وتقويض المقاومة، خصوصا أن هنالك تنظيم يعني مؤخرا في الأشهر الأخيرة وحتى إذا تحدثنا منذ سيف القدس 2021 كان هنالك تحرك للمقاومة من خلال المخيمات، هنالك أيضا حاضنة شعبية. إسرائيل فعليا تريد تدمير كل ذلك، وما يرمز لذلك أيضا من تبعات حول فعل المواجهة بين إسرائيل وبين الضفة الغربية، هي تريد تقويض المقاومة من خلال حرب الإبادة في غزة من أجل أن تكون درسا أيضا
إلى كافة جبهات المقاومة على المستوى الإقليمي، خصوصا أن هنالك أيضا مسار تصاعدي فيما يحدث على جبهات الإسناد، إذا تحدثنا عن الجبهة اليمنية أو الجبهة اللبنانية. واضح أن إسرائيل تريد أن تخمد روح المقاومة، أن تقتل روح المقاومة من داخل الضفة الغربية، وتريد تمييع العمل السياسي هناك من خلال قرارات سياسية أيضا تحدثنا عنها من خلالكم. بمعنى هي وقد ايه مناسب لها التوقيت سيدة نيفين أنه هي تشن بكل الجبهات على حركات المقاومة هذه الخطة، توقيت مناسب لها أيضا أن يكون هذا الموضوع في الضفة بشكل سريع؟ نعم، يعني فتح هذه الجبهة من أجل إخماد روح المقاومة، من أجل تصدير يعني مكاسب سياسية لجمهورها الإسرائيلي. نعم. وأيضا للمستوطنين وأيضا لشركاء نتنياهو في الحكومة، خصوصا أن اليمين الإسرائيلي سموتريتش وبن غفير يحملون هذه العقيدة وهذا البرنامج الأيديولوجي السياسي الذي يتمركز على خطة الحسم، وبالتالي هي يعني ضمن شراكة فعلية للقيادات السياسية من أجل حسم ذلك في التوقيت تحديدا انشغال المقاومة في غزة في هذا العدوان، مشتبكة أمام إسرائيل التي شكلت رادعا حقيقيا أمام إسرائيل لعدم استهدافها في الضفة، ويأتي هذا الاستهداف في هذا التوقيت بالذات من أجل النيل من الأرض الفلسطينية والسيادة الفلسطينية، وطبيعة الحال نسف قيام دولة فلسطينية عندما نتحدث عن هذا الكم من الأراضي التي تحاول أيضا أن تشرعن بناء المستوطنات تحديدا في هذه المرحلة. أذهب من جديد إلى السيد خالد الشولي، كنت سألتك سيد خالد عن أهمية هذه الخطوات في القانون والقضاء الدولي، وأهمية أن تكون عمل متراكم في وعلى أكثر من جبهة، بالتالي للوصول إلى المعاقبة، إلى المحاسبة، أو أقل وأضعف الإيمان للتوثيق ضد هذا الكيان. صحيح، هذا العمل مهم جدا، لأنه إحنا بالنسبة لنا كفريق قانوني يعمل في هذا العمل منذ 2009، نذهب أمام محكمة الجنايات الدولية لأجل البحث عن محاسبة الكيان الإسرائيلي، محاسبة الجناة الإسرائيليين عن الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية، في القدس الشرقية، أو في قطاع غزة، أو حتى خارج هذا القطاع، لأنه نحن نعلم بأن هناك اعتداءات على لبنان وسوريا، اعتداءات على المنطقة العربية بشكل عام، وهناك اعتداءات أيضا على الحدود مع بعض الدول الأخرى. ولذلك يعني هذا العمل التراكمي مهم جدا، هذا الذهاب إلى المحاكم الدولية، سواء محكمة الجنايات الدولية والتي لنا فيها نصيب، يعني نحن كمحامين وكأيضا موكلين عن الجانب المدني والضحايا، لا نستطيع أن نذهب إلى محكمة العدل الدولية، لأنه هناك آليات أخرى للذهاب إلى محكمة العدل الدولية تعتمد على وجود معاهدات، وجود دولة راعية، وأيضا لابد أن يكون هناك عن طريق الطرق الدبلوماسية ودول موجودة أمام أو أعضاء في هيئة الأمم المتحدة. لكن نحن أمامنا القضاء الدولي، أمامنا قضاء محكمة الجنايات الدولية، أمامنا أيضا القضاء المحلي والقضاء الوطني، سواء في الدول الغرب الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا بعض المحاولات الآن للذهاب أمام القضاء الأمريكي في هذا الشأن، لأنه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي جرائم موثقة، جرائم ممنهجة، وتحتاج إلى عمل وجهد فعلا دائم من أجل محاسبة الكيان الإسرائيلي وأيضا الجناة الإسرائيليين. نحن نعلم بأن هناك بعض القضايا المفتوحة الآن أمام بعض القضاء المحاكم القضاء، يعني المدعي العام، المدعين العامين، سواء في بلجيكا، في إسبانيا، في إيطاليا، في فرنسا، في مجموعة من الدول، في هولندا أيضا، هناك بعض القضايا التي يعني نتيجة تراكم أو منهجية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوجبت على بعض القضاء، أنظمة القضاء، أن تنظر في هذه البلاغات، وتنظر أيضا في هذه الشكاوى ومن ثم تقديمها. نحن نعلم بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم لدى دائرة تمهيدية في محكمة الجنايات الدولية إلا اسمين، يعني طلبين فقط فيما يخص نتنياهو وجلانت رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي، لكن هناك العديد من الشخصيات التي لابد لمحكمة الجنايات الدولية أن تنظر في طلبات لتوقيف هؤلاء المجرمين. نحن نعلم أيضا بأن الجرائم الممنهجة سواء في يعني رفح لوحدها الآن
تم ارتكاب العديد من المجازر، بالإضافة إلى خان يونس. نحن خان يونس نتحدث عن جريمة التي وقعت في 8/6، لكن هناك أيضا في 6/6 وقعت أيضا جريمة أخرى، وبعدها وقعت جرائم. والآن نحن أمام سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعني تستدعي واستدعت تمديدا دوليا وتمديدا أوروبيا أيضا، الاتحاد الأوروبي في كافة مراحل وجوده، وأيضا رئيس السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي تعرض إلى هذه المسائل، وأيضا قبل بالحكم أو الفتوى التي أطلقتها محكمة العدل الدولية. نحن نعلم بأن الفتوى هذه مهمة جدا أيضا في مسألة الترسيخ القانوني والتكييف القانوني للجرائم التي يرتكبها الاحتلال. نحن احتلال يعيش في أراضي 48 منذ سنة 1948، أي أكثر من 76 سنة، وهناك في الضفة الغربية التي يعترف المجتمع الدولي بأنها أراضي محتلة منذ سنة 1967. هذه الأراضي المحتلة استوجبت طلبا من الهيئة العامة لهيئة الأمم المتحدة، الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، طلبا للبحث في استمرارية هذا الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. ولذلك المحكمة أجابت بشكل شافي وواضح أن هذا الاحتلال هو احتلال غير شرعي غير قانوني على الأراضي الفلسطينية، ويستوجب من المجتمع الدولي الوقوف أمامه وأيضا مقاومته. ونحن نعلم بأن المقاومة الفلسطينية حصلت على هذا الحق في مقاومة الاحتلال نتيجة العمل التراكمي، وأيضا منذ سنة 1970 إلى سنة 1974، والمقاومة الفلسطينية تحصل على قرار بعد قرار في مسألة شرعية مقاومتها والذهاب إلى ما يسمى بحق الفلسطيني في تقرير المصير. هذا الحق المترسخ المتجذر والذي في المقاومة الفلسطينية يتم أيضا ترسيخه أكثر، ونحن نطالب السلطة الفلسطينية ونطالب المجتمع الدولي ونطالب الكيانات كافة وبالإضافة إلى الدول العربية أن تقف موقفا حازما في هذه المسألة، وأن أيضا تطالب بفرض الكيان الإسرائيلي من هيئة الأمم المتحدة، لأنه الشرط الأساسي في قبول دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة أن تكون محبة للسلام، والحقيقة أنه الإسرائيل ليست محبة للسلام، وهذا ما أكدت عليه القرار 273 سنة 1973. ويبدو في بعض الدول العربية توافقها يعني وتجاريها في هذا الموضوع، بما أنك ذكرت الدول العربية. كل الشكر لك. نطالب هذه المسألة ونستدعي هذه المسألة، لأنه إسرائيل لا توافق على القرارات الدولية ولا تذهب إلى أيضا إلى ترسيخ عقيدة السلام في المجتمع الدولي. ليس من طبيعتها يعني طبيعي. كل الشكر لك سيد خالد الشولي، محامي ورئيس منظمة العدالة الواحدة، كنت معنا من باريس. كل الشكر لك. أذهب إليك من جديد سيدة نيفين في تحليل كتب ماذا يريد نتنياهو. ما يريده نتنياهو هو الوصول إلى نهاية الشهر وبداية عطلة الكنيسة، فالعطلة تمتد حتى تشرين الأول ولا يمكن خلال إسقاط حكومته. ولو استطاع نتنياهو البقاء في أو فأن أقرب انتخابات ستكون في الربع الأول من عام 2025، وبحلول هذا الوقت سيكون في البيت الأبيض ساكن جديد، ويأمل نتنياهو بأن يكون ترامب هو هذا الساكن. أين سيخفق نتنياهو وأين سينجح انطلاقا من كلمته؟ إذا تحدثنا عن كل قضية الانتخابات، باعتقادي ليس هنالك أي مساعي إسرائيلية جدية لإسقاط هذه الحكومة. هنالك بعض المبادرات، ولكن هنالك احتواء لهذه الخلافات. قد تكون الخلافات بفعل ما يحدث ميدانيا، بفعل عدم تحقيق أي شيء من هذا العدوان، ولكن هذه القيادات غير قادرة حتى الآن لخلق حالة يعني أو قاعدة شعبية من الجمهور الإسرائيلي من أجل التحرك بمسار آخر، يعني وخصوصا أنه نتنياهو يراوغ أيضا كل مرة من خلال قضية استعادة الأسرى الإسرائيليين. حول الخطاب مجددا، باعتقادي سيتحدث نتنياهو عن التهديد الوجودي من قبل إيران على أمريكا، على المشروع السياسي الأمريكي في المنطقة إقليميا،
خصوصا أن فعل المباغتة بفعل جبهات الإسناد التي حققت معضلة حقيقية جدية أمام إسرائيل والمشروع الأمريكي أيضا في هذه المعركة وهذه المرحلة سياسيا، جعلت نتنياهو ينظر إلى الصراع الإقليمي بشكل مختلف، إلى قوة الردع، إلى معادلة الأمن القومي أيضا. وواضح أن الإدارة الأمريكية منذ بدء العدوان هي شريكة فعلية في هذا العدوان، ولكن بفعل عدم تحقيق أي شيء قد يكون تراجعت في بعض التصريحات هنا أو هناك، ولكن واضح عدم جديتها في وقف هذا العدوان حتى الآن. لذلك قد يكون أن الخطاب من أجل شيطنة حركات المقاومة ومحور المقاومة من أجل كسب الإدارة الأمريكية مجددا، خصوصا أنه يعول على ترامب سينجح، ولكن زيارة نتنياهو تحديدا باعتقادي توقيتها سيء. يعني أولا هنالك انقسام أمريكي في الداخل الأمريكي على المستوى السياسي والأيديولوجي وعلى مستوى المنظومة كمنظومة، هذا يتعلق أيضا في العدوان على غزة، ولكنه يتعلق أيضا في التغييرات اللوجستية التي تتعلق في الإدارة الأمريكية على المستوى الداخلي والانتخابات المحلية. يعني بالإضافة إلى ذلك، نتنياهو يبدو هشا أيضا كصورة قائد إسرائيلي أمام جمهوره الإسرائيلي. هو يبحث عن صورة ما، عن استعادة هيبته كقائد عالمي الذي تغنى بها يعني بعلاقاته الجيدة على المستوى الأمريكي والأوروبي، ولكن باعتقادي بعد 7 أكتوبر واضح أنه هنالك تراجع أيضا في صورة إسرائيل على المستوى الدولي، في صورته كقائد أيضا، يعني وسقوط السردية يعني للمشروع الصهيوني أمام العالم. هو يعيد ترتيب ذلك مجددا، باعتقادي يعني لن ينجح، خصوصا أن هنالك أيضا تحرك احتجاجي. حتى لو كان هنالك أصوات أمريكية ما زالت متمسكة يعني في المسار العسكري أو متمسكة في الشراكة الإسرائيلية، واضح لأنها تريد أن تستعيد يعني أنفاسها من أجل استعادة مشروعها فيما يسمى بحل الدولتين، أو مشروعها في مسار التطبيع، خصوصا أن هنالك تقدم، وهذا يعني عامل مهم جدا، تقدم لحركات المقاومة المشتبكة من الوطن العربي أمام إسرائيل على الأنظمة العربية. لا، يعني لطالما الولايات المتحدة تغنت فيما يسمى في الشرق الأوسط الجديد وعولت على تطويع الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية من أجل إحداث هذا التغيير، الآن يأتيها الرد من الميدان، من جبهات الإسناد، من حركات المقاومة التي تعيد ترتيب المنطقة، تعيد ملامح الصراع الإقليمي، وهذا سيكون له تبعات أيضا ما بعد العدوان على غزة. وإسرائيل تدرك تماما أن في ذلك إخفاقا كبيرا على المنظومة الأمنية الآن، ولكن يعني سيكون أيضا تبعات لذلك على المستوى الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية أيضا، وعلى مستوى مكانتها، خصوصا إذا تحدثنا عما يحدث في يعني مقابل الجبهة اليمنية والوصار التصاعد الذي أخذته في هذا ربما السياق. سيدة نيفين، يعني توماس فريدمان تحدث عن فرصة حاليا لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وصفها بالفرصة الأهم منذ السبعينيات، حيث أن قبول نتنياهو بالصفقة سيؤدي إلى تبادل للأسرى، هدوء عند الحدود مع لبنان، تشكيل دولة فلسطينية، وتطبيع مع عاصمة الدين الإسلامي كما يصفها فريدمان، أي السعودية، ومن ثم عزل إيران وحماس. وتقريبا يعني نفس مبدأ كونداليزا رايس عندما كان الموضوع بتموز 2006 مع يعني الشرق الأوسط الجديد. نتابع هذا العاجل، المقاومة الإسلامية في لبنان عبر تيليجرام، ترقبوا حلقة خاصة عن بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء. تعليق سريع على هذا العاجل سيدة نيفين. نعم، واضح أن يعني حزب الله هو من فرض هذه الجبهة على إسرائيل، وهي تحدد مسارها، هي تديرها، وبالتالي إسرائيل ما زالت غير قادرة لا على قراءة الاستراتيجية العسكرية لحزب الله، ولا على مقدراتها المعلوماتية أيضا التي تكشف عنها كل مرة من جديد من خلال الهدهد أو بعض المعلومات أو الفيديوهات. وبالتالي هنالك خشية إسرائيلية حقيقية كما تحدثت من تقدم مكانة حركات المقاومة على مستوى الوطن العربي. لذلك نرى أيضا أن هنالك انزياح واضح للخطاب الإسرائيلي أيضا بعد مسيرة يافا، يتترجم في سياق القلق الحاصل يعني نتيجة فعل الجبهة اليمنية من جهة، وفعل الجبهة اللبنانية، خصوصا أن الجبهة اللبنانية يعني أحدثت معضلة جدية على مستوى فقدان الجليل إسرائيليا. يعني عندما تتحدث إسرائيل عن فقدان الشمال، أنا أقول أنها إسرائيل فعليا
تفقد الجليل برمزيته وبجغرافيته، خصوصا أن للجليل مكانة تاريخية هامة في أدبيات المشروع. وهي هدية مهمة ستكون هذا الفيديو قبل كلمته لنتنياهو بدون شك. يعني هذا يترتب أيضا يعني على كل ما يتعلق في المنطقة، نتحدث عن استهداف في عمق الجليل، عمق تل أبيب الكبرى، أيضا هنالك كشف لأوراق معلوماتية مهمة من خلال هذا الهدهد، وبطبيعة الحال هنالك أيضا إعادة ترتيب الأوراق من جديد. يعني واضح أن هنالك حرب نفسية أيضا من قبل حزب الله، بالإضافة إلى الاستهدافات العسكرية التي أطالت أيضا في الأيام الأخيرة مستوطنات لم يتم إخلاءها، وهي رسالة أيضا ضمن معادلة جديدة يعني يقوم بها حزب الله في الأيام الأخيرة، وهذا ما يعني تحدث عنه سيد نصر الله في خطاب الأخير. على ما أعتقد تحدث أنه استهداف المدنيين هذا يعني استهداف مستوطنات أكثر، حتى لو لم يتم إخلاءها من قبل المدنيين، بمعنى توسيع دائرة الاستهداف ردا على استهداف المدنيين في لبنان. إسرائيل بطبيعة الحال ما زالت تبحث عن استعادة قوة الردع، حتى الآن لم تفلح أمام كل الجبهات، واضح أنها متورطة في معادلة الربح والخسارة وأيضا في معادلة الردع. على كل حال أيضا كان لافت ما قاله بيرني ساندرز، أنه خطاب أو دعوته لخطابه اليوم لنتنياهو أمام الكونغرس هو وصمة عار، بالإضافة إلى ما قاله توماس فريدمان أيضا أنه نتنياهو رجل صغير في زمن كبير. كل الشكر لك سيدة نيفين أبو رحمون الخبيرة بالشؤون السياسية، كنت معنا من الجليل. مشاهدينا هذه التغطية انتهت، شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.